وزميلتنا الفاضلة تحدثت سعادة النائب. يا سيدي، هلأ صناعة، أنا لدي وجهة نظر في صناعة القانون. قبل صناعته آلية تشريعه، آلية تشريعه البيت الرئيسي للتشريع هو السلطة التشريعية. نعم، مجلس الوزراء عن طريق السلطة التنفيذية يرسل مشروع قانون للسلطة التنفيذية، لكن نصوص الدستور كانت واضحة وألزمت في مادة 96 و97 بأن السلطة التشريعية هي الأساس. يحق لعشر نواب طرح مشروع قانون، قدم مشروع قانون، بيبعثوه للجنة المختصة، اللجنة المختصة بتعرضه على المجلس، إذا نال القبول يرسل إلى السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية يعني إذا كانوا مجتهدين. لا لا لا، مش كانوا مجتهدين. فنبدأ نعود إلى الحلقة الأولى. نعود الحلقة الأولى، لكن الأساس هو يعني هي حلقة التشريعية. إضافية وليست حلقة اختصارية. طيب، بس هاي الحلقة الأولى مرتبطة أيضا بالفكر السياسي للسلطة التشريعية، للسلطة التشريعية، لأعضاء السلطة التشريعية. هل مشاريع القانون، أصل السلطة التشريعية هي نبض الشارع، هي نبض المواطن. الغاية من السلطة التشريعية هو أن يكون ممثلين للشعب. ممثلين للشعب، أنا ما بقدر أحط 9 مليون أو 10 مليون أردني كلهم يشرعوا لنفسهم او يفعلوا لنفسهم حياه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه الى الاخره. فالاصل بمكان ان يقوم النائب بالنيابه عن المواطنين بما يصبو اليه المواطن من تشريعات اقتصاديه تشريعيه، تشريعات اجتماعيه عقابيه، حمايه اجتماعيه صحيه، كل ما يصبو اليه المواطن. لهذا المصنع في التشريع او الغايه اللي انت حضرتك يعني طرحتها، برأيي ممكن أن يكون نحن الخلفية لمجلس النواب والسلطة التشريعية مع الاحترام هو ما يأتي من الحكومة. إيش الحكومة ترسل مشروع القانون يتقيد، وهذا الظاهر في الأغلب مجالسنا التشريعية اللي أنا مواكبها. يعني يعني أنت تقصد أن تقول أن هناك إملاءات من لا بديش أحكيها بصفة إملاءات، لكن على الأغلب يتقيدوا بما يأتي من نص الحكومة. بس يعني هذا ما يحدث بالعادة، يعني هناك يعني مش بخاطرنا في نص بالدستور بيقول يعني بس انه بس, بس يعني الضمان الاجتماعي اللي الحاله المتدهوره الان، الحاله التي يعيشها الضمان، الوضع الصعب، اليس من جراء